احنا النهارده اليوم الرابع من هذه الهدنه، حتى الان يعني رؤيه حضرتك عن مكتسبات هذه الهدنه، لو هنتكلم بالنسبه لاشقائنا في قطاع غزه، ولو هنتكلم كمان عن المقاومه الفلسطينيه. يعني اولا صباح الخير لكم ولكل المشاهدين، والمجد للشهداء في فلسطين، ولكل ابناء شعبنا التحيه والدعم المعنوي والدعم، كل الدعم والتحية لهم على هذا الصمود الأسطوري صراحة في غزة وفي كل أرجاء فلسطين وفي الضفة تحديدا والقدس. الحقيقة أن الهدنة أو وقف إطلاق النار جاء في توقيت حساس، والحمد لله أن هناك استمرار في وقف إطلاق النار، لم يتم هناك إجراء خروقات كبيرة. صحيح أن الاحتلال في اليوم الأول أو في الساعات الأولى كان في محاولة للضغط على الفلسطينيين بعدم إدخال مساعدات إلى شمال غزة، من جنوب غزة إلى شمال غزة. المساعدات كانت تدخل بشكل طبيعي من خلال المعبر، لكن من ناحية ما بين جنوب إلى شمال كان الاحتلال يعرقل ذلك، لكن نجحت الجهود بشكل كبير جدا بإدخال المساعدات والانتظام فيها. فيما بعد حاول إطلاق النار على المواطنين في المناطق المتاخمة للحدود، وعندما قرروا العودة حتى في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، لكن يعني بحمد الله لم يحدث احتكاكات أكثر من ذلك. الأمور ما زالت معلقة، ووقف إطلاق النار الآن يعني بات اليوم الأخير. هذا اليوم هناك رغبة، حسب ما ترى إلى ما سمعنا، أن هناك رغبة لدى حركة حماس، وقد أبلغت الإخوة القطريين بنيتها تمديد الهدنة إلى يعني فترة أكثر، أيام مدة أكثر، لكن ربما هذه تحتاج إلى أيضا إلى المفاوضات مجددا وضغوط مجددا على الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. أيضا كل ذلك بثمن، يعني إذا أردنا أن نقول الهدنة أو وقف إطلاق النار لمدة يومين آخرين بالإفراج عن مزيد من الأسرى، وماذا بعد؟ الأمر يجب أن يكون هناك حسم. يعني سمعنا عن وجود شرط وضعه الكيان الإسرائيلي فندم، عن إن إذ أرادت المقاومة الفلسطينية مد هذه الهدنة، فالحديث عن إنه يتم الإفراج عن 10 محتجزين كل يوم. ربما ما هي نفس الأمر، لكن ربما يجب أن يكون هناك حلا لدى المقاومة الفلسطينية. كلنا يعرف أن لدى المقاومة حوالي أكثر من 240 أسيرا كان، وتم الإفراج عن 50 من المدنيين. بالمناسبة هناك أيضا عسكريين لدى المقاومة الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية التي يعني قامت باعتقالهم في يوم 7 أكتوبر، جزء كبير منهم عسكريين. هل الهدنة ستستمر لحين الإفراج عن كل ده بخلاف أيضا من يعني توفوا خلال القصف؟ طب خليني يعني انتقل لنقطه اخرى دكتور شعث، يعني اللي بتهمني يعني تحديدا هي ملامح عوده الحياه لقطاع غزه بعد دخول الهدنه. كيف تعايش اهالي القطاع مع الهدنه؟ كيف بدات الحياه تدب مره اخرى في القطاع؟ من ذهب الى منازله المهدمه للبحث عن اشلاء او عن ما تم فقده؟ كيف عادت الحياة بعد وصول شاحنات الوقود؟ كلمني بشكل عام عن الصور الأهم في قطاع غزة الآن. الصورة قاتمة وصعبة جدا ومؤلمة، لدرجة أن الجميع يعني بدأ يتحسس منزله، يتحسس بيته. في هناك أشخاص دفنوا أهاليهم في داخل المنزل، يعني بالأمس أنا شاهدت مشاهد صعبة جدا. تحدث أنه قام بدفن والده، حفر في نفس البيت وقام بدفن والده وأخيه وأشقائه في البيت بعدما تحللت الجثث، ولم يستطع أحد أن ينقلهم، ولم يأتي أحد لإسعافه، لأن أساسا المستشفيات مدمرة وعربيات الإسعاف حتى لا تستطيع نقل الجثث. الأولويات الآن للمصابين في الإسعافات، والكل كل من لديه شهيد أو كل من لديه يعني أشلاء هنا وهناك يقوم بمحاولة لملم جراحاته على يعني لوحده أو بمن حوله من الأحياء من سكان المنطقة أو سكان الحي المجاور له، وبالتالي الأمور يعني قاسية جدا. أنا تحدثت صراحة مع العديد من
أبناء شعبنا في المحافظات قطاع غزة، واكتشفت أن الأمور قاسية مؤلمة، لكن محاولة العودة إلى الحياة تؤكد أن الشعب الفلسطيني يعني ما زال صامدا وصابرا ويستطيع أن يتأقلم مع هذه الأوضاع، لكن يجب أن تستمر هذه الهدنة ليلتقط أنفاسه باعتبارها استراحة مقاتل على الأقل. وأيضا كمان المستشفيات بدأت تعمل تدريجيا، لأن هناك دخول إلى الوقود ودخول المواد الطبية والأدوية الطبية الطارئة، عربيات الإسعاف بدأت تنقل المصابين ودخولها إلى مصر بشكل أكثر.